This Ramadan, after losing his sight, his income, and his ability to provide for his children, Saleh needs your mercy. يعني دخلوا السفر بالأرجل الله يكرمك وبالدواب وزي كده نوصل للسعودية. يقول لك مع السفر وكده جاني الجدري وما جدري كانت منتشرة هذيك الأيام. وأنا عمري تقريبا 3 سنوات. ودخلوني في مستشفى العيون حق المغربي ما مغربي زمان وعدني طفل. فقالوا خلاص الجلوكوما قضت على نظره. هي مش كافية أكيد المساعدات اللي يقدموها مش كافية لأنه مواد غذائية. تخيل عندك أطفال يعني يبغى لهم ملابس، يبغى لهم لوحة تعب مرض. والله بالنسبة للأكل، بالنسبة للشرب، وبالنسبة لواحد تعب ولا زي كذا تتبهدل كيف تسوي؟ طبعا يبغى لك كشف، يبغى لك أدوية، يبغى لو يبغى يحتاج إبر ما إبر. أما أنا عندي الإبر واصل بما إني عندي السكر، استعمل أنسولين وكذا زيادة بالنسبة لي. وزوجتي وقفوها من البلدية ومن يعني من العمل خلاص تعبت زيادة والله. جاني السكر والله انه جتني حاله انا جتني جلطه خفيفه ما عندي اي بيت انا ساكن زي ما انت شايف في حوش ما عندي يعني دخل حتى ادفع ايجار بيت اتمنى ان يعني الناموس والبلاوي هذه والله تمتحني في الليل انا والبزوره يعني ما يكفيني اي ولا شيء أطلب من الله العلي القدير إنه ربنا يساعدني ويقدرني ويقدر زوجتي على رعايتهم والاهتمام فيهم يا رب. This Ramadan, your mercy can provide an entire family with a food parcel to last the whole month. It can provide safe water and access to healthcare, easing the burden on anxious parents like Saleh, who are unable to provide for their children. Please, be a mercy. Give mercy now.